السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن مواضيع خطيرة جدا ومهمة جدا. أنا اخترتها عشان هي اللي دي بتشغل الناس وبتتعبهم، بل ممكن تخلي الناس بعض الناس ما يخرجش من البيت، بل ممكن يمرض وهما، يمرض ويقعد في البيت خلاص وهما. ولكن أنا اخترت المواضيع دي عشان أتكلم فيها، عشان أوضح فيها الحاجات الكويسة والحاجات اللي مش كده، عشان برضو الناس ما تقلقش وما تخافش. خليكم معانا وتابعوا معانا لآخر الحلقة، إن شاء الله هتستفيد من الحاجات دي. ما تاخدش جزئية وسيب جزئية، لأن الكلام كله مرتبط ببعضه، فخليكم معانا. طبعا أنا جات لي بعض الأسئلة لهذا العلم، علم التأويل، خلاص. فأنا حبيت أرد على الأسئلة دي للعامة، خلاص، عشان الكل يستفيد ويعرف الجزئية دي، خلاص. المواضيع دي مهمة جدا وحساسة جدا، فخليكم معانا. طبعا هناخد الأسئلة الخفيفة وبعد كده ندخل على التقيل، فخليكم معانا. طبعا أول سؤال خفيف، واحد بيقول: هل قص الرؤية على العامة أو المعبرين صح ولا غلط؟ خلاص؟ طبعا أنا هرد عليه بالحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم ما يسره فلا يذكره إلا لمن يحب. ليه؟ لمن يحب ليه؟ علشان اللي بيحبك هيقول كلام كويس أو كلام حلو ليك. ليه؟ لأن احنا نجيب الحديث اللي قبليه، حديث ايه هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا معلقة في رجل طائر، إذا قصت وقعت. فطبعا لما انت تديها لحد مش كويس ممكن يضرك، أو حد بيكرهك هيضرك. ولكن هنا في علة هنوضحها بعد شوية، مين اللي يقدر يقول لك حاجة وممكن يأذيك أو لا. ولكن ده ردا على السؤال الاول، ان احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان لو حاجه رؤيه انا حلوه انا ممكن احكيها اللي صديق ليا، اخويا، حد بيعزني قوي بحبه، خلاص اقول له، ان عمره ما هيقول كلمه وحشه عليا. وده الحذر اللي كان ينوه اليه النبي صلى الله عليه وسلم وبيحذرنا: اوعى تعملوا كده عشان ما تاذيش نفسك، خلاص. طيب في واحد بيقول: انا ما بحبش اقص الرؤية خوفا من وقوع البلاء. لا، اهل العلم، علم التأويل جميعا، بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان معرفة وقوع البلاء او الشر هو خير او افضل من معرفة الخير، هو افضل من معرفة الخير. ليه؟ عشان لو في رؤية فيها خير والخير نازل، الخير نازل عرفته او ما عرفتوش فهو خير جاي، مفيش مشاكل. لكن البلاء اللي نازل خلاص، لو انت معرفتوش ما تحس ان ده خير، خلاص انت فيه مبتلى. لكن لو انت عرفته ممكن نتفادى منه. طب نتفادى منه ازاي؟ نقول لك نتفادى منه ازاي، خليك معايا. نتفادى من البلاء ازاي؟ في بلاء معلوم وفي بلاء مجهول. البلاء المعلوم هنتفادى منه ازاي؟ نتفادى منه ازاي؟ كان الرؤية مثلا، هندي مثلا مثالا يعني، رؤية، واحد شاف رؤية مثلا ان هو بتشير عليه ان هو هيخسر ماله كله، او لو ده عامل مشروع لأي سبب هيخسر ماله اللي معاه كله مثلا، او مثلا هو هيسافر بعربيته لبلد تانية لسبب ما، فسحة او شغل، فدي اشارة ان هو لو سافر هيعمل حادث. الرؤية موضحة هيعمل حادث، الرؤية موضحة ان ماله هيخسره. فالمعبر هنا بيقول له ايه؟ بيقول له ما تسافرش. طب ايه التاني؟ يقول له لا، ما تعملش المشروع ده، لان عملت مشروع انت هتخسر، لو سافرت انت هتعمل حادثه. معلوم، الامر معلوم وواضح في الرؤيه، خلاص. فبنقول له طب دي اصبح انا حذرته، والتحذير هنا ده بشاره، بشاره، انا بشارك بقول لك خلي بالك. زي واحد يقول له اوعى تنزل، خلي بالك في اسد تحت، لو نزلت هياكلك، خلاص هيتبسط منك ولا يكرهك.
لما انت تقول له في اسد تحت فعلا، وفي اسد تحت فعلا، لو نزل هياكله. وقلت له خلي بالك في اسد تحت، اوعى تنزل، لو نزلت هياكلك. هيتبسط منك ولا يكرهك؟ هيحبك طبعا، انت حذرته من بلاء كان هيقع عليه، كان هيبهدل خلاص. فدي رؤية البلاء او المصائب المعلومة نتفادى منها بمعرفة كده. خلي بالكم بقى، تنويه مهم بقى، من حكمة المعبر اذا رأى في الرؤية شر او بلاء لا يذكره، فاذا ذكره ليس بمعبر، ليس بمعبر، من حكمة المؤول او المعبر لا يذكر البلاء اللي هو شير عليه الرؤية، معلوم او مجهول. خلاص، ندخل على البند الثاني. اذا كان البلاء مجهول، الرؤية بتوضح ان في بلاء هتحصل، في مصيبة نازلة عليك، ايه هي بس مش باينة، الله اعلم، مش واضحة. طب التفادي منها ازاي؟ التفادي اقول لك منها ازاي، خلي بالك معايا، ركز معايا. التفادي منها على قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء يرد القضاء. في حاجة نازلة، الشيء المعبر هيقول له اكسر من الايه؟ اكسر من الدعاء، ادعي كتير، الدعاء هيرفع البلاء. طيب قول تاني النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة ترفع البلاء. قول له تصدق، وانواع الصدقات كتير، مش لازم مال يعني، واحد ما معهوش مثلا، في حاجات تانية، تسامح اخوك اللي ظلمك، تعين حد، تساعد حد، تقوم على قضاء حوائج اي حد غلبان مش قادر تقوم معاه ساعده، دي من الصدقات، فدي ترفع عنك البلاء. طيب هنا يبقى احنا هنا ردا، ان انا ما اقولش رؤيتي خايف لا يقع، لا انا قلت للرؤيه هيقع البلاء، لا، وتقول رؤيتك للمعبر هيوضح لك الامر، فانت هتبقى فيه وضوح، سيان اذا كان في شر هتتفاداه وتتعامل معاه ازاي وتبقى مستعد له خلاص. طيب ولو كان في خير خلاص يعني. طيب امتى يقع البلاء؟ في جزئيه هنا حساسه جدا، خلي بالكم منها، انتبه معايا وخلي بالكم، ايه هي؟ لو انا الراي اهو، انا رايي، فانا رايح للمعبر عشان يفسر لي الحلم بتاعي، بس انا في جوايا انا رايح ده على انه ظنا ان هو معبر، وهو ليس بمعبر، يدعي التعبير، فاذا قال بلاء وقع، وهو يقول انه ما عندوش حكمه الاعجاب للامر ده، فاذا قال البلاء وقع. طيب امال امتى ما يقعش؟ لو انت رايح لحد او بتقول لحد خلاص على الرؤيه بتاعتك وخايف منها، وانت عارف يقينا ان الشخص ده مش معبر، بس بتقول له كده من باب التفريغ او مفضفضه، فلو قال حاجه وحشه ما تقعش، ما تقلقش، مش هتقع. لكن لو انت بتكلمه على ان هو اعتقادك ان هو معبر، ولكن هو مش معبر، زي ما قلت المعبر الحقيقي لا يذكر البلاء ولا المصيبه، خلي بالكوا كويس، لكن المعبر الغير حقيقي اللي هو يدعي ذلك يقول ما هو مش عارف حاجه، ممكن يلاقي الرؤيه شكلها كده مش تمام، ما راح يرميها كده زي القنبله كده، كلمه كده بيفرتك الرأي، يبهدله، فتخلي بالك. طبعا من باب برضو الاسئله، كان الناس بيقول طبعا بتقلب رؤى الموت ورؤى القبر والسجن، وواحد بيقول لي برضه صوت النصر دي يا شيخ مش شافها النبي صلى الله عليه وسلم بعدها مات، وحاجات زي كده. هو الصوره دي مش شيء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في عهدنا احنا هنتكلم فيها، هنقول امتى في كده، امتى يكون موت وامتى ما يكونش موت، ولكن ما نقلقش، ما ناخدش حاجه دي ثابته كمصطلح كده ثابت لينا كلنا، لا، ولكن هناخد جزئيه جزئيه عشان برضو نوضح للناس، بس انتبهوا معانا، معلش تقلقوش، بس الكلام ده مهم جدا ولازم تسمعوه، عشان ده مهم جدا، عشان تقلقش انت او انت او ايوه اللي هناك ده، ايوه انت، ركز معايا خلاص. انت خلاص. ف هنمسك رؤيا الموت، رؤيا الموت ليك يعني اوك كثيره كثيره كثيره، ولكن احنا هنقول على قد ما نقدر، هنقول بعض الاشياء، ولكن اللي عنده حاجه هيكتب واحنا نرد عليه. اول حاجه في الموت، انا سمعت كده، سمعت ان حد مات
في حد مات، خلاص ده دليل على ان انت هتسمع خبر مش كويس. بس الخبر ده انت ما يضركش، لا يضرك في شيء او انت ليه علاقه بحاجه، لكن انت تسمع موضوع يعني هي انت هتتاثر نفسيا. يعني مثلا انت لو انت مثلا حاجه ما تخصكش، لا تخصك في حاجه، وسمعت ان في حادثه حصلت في حته معينه، هتتضايق نفسيا، حاسه والناس اللي فيها ماتوا ما لكش علاقه بيه ولا تعرفهم اصلا، بس سماعك للحادث بيؤلمك بيحزنك، فده سماع لخبر سيء. خلاص، طب انت شفت انسان قدامك مات او بيموت ومات قدامك، فده انسان فاسد وتارك للصلاه. خلاص، طيب الموت، القبر، القبر والسجن، ايه العلاقه بينهم؟ خلي بالك، القبر والسجن ايه العلاقه بينهم؟ هقول لك ايه العلاقه بينهم. العلاقه لو حد مثلا الناس بتقلق يقول انا رحت شفت رؤيا ان انا بحفر في قبر، بحفر في قبر، يبقى خلاص يعني انا عمري خلاص هينتهي وانا بجهز نفسي للموت. لا، مش معناه موت، تحفر قبر معناه ان انت هتبني بيت جديد او منشأة جديدة او محل جديد بقدر التراب اللي انت خرجته من الارض وبقدر اتساع الحفرة. خلاص، شوف بقى خرزة. طيب انت شفت بقى ان انت شايلينك ميت في النعش، بس انت صاحي وشاعر وشايف اللي حواليك.